بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الإصحاح الثالث، وفي الإصحاح الثالث سليمان بيجاوب على سؤال مهم جدا، سؤال بيسأله معظم البشر: ليه يا رب؟ ليه بتسمح يا رب بكده؟ ليه في الوقت ده عملت يا رب التصرف ده؟ ليه سمحت بالحاجة دي في الوقت ده؟ السؤال ده متكرر والإنسان ما بيبقاش عارف حكمة ربنا في الأمور. تعالوا نشوف سليمان هيعالج المشكلة دي ازاي. لكل شيء زمان ولكل أمر طالما تحت الشمس يبقى ليه وقت، لأن ربنا ضابط الكل وعارف كويس قوي توقيت كل حاجة وهيعالجها ازاي. كمان الآية دي معناها إن كل شيء مؤقت، يعني ليه وقت وهيعدي. مفيش حاجة بتقعد على طول غير في السماء، لكن طالما احنا تحت الشمس يبقى كل شيء بيبقى مؤقت، حتى لو كان مفرح جدا أو لو كان محزن جدا. يعني مثلا الولادة ليها وقت، لكن هيجي الموت وهيبقى هو كمان ليه وقت. غرس الأشجار ليها وقت، وعلشان نقلع الأشجار دي برضو ده في وقت تاني. القتل ساعات بيحصل في وقت، لكن بكرة الشفاء يجي في وقت تاني. الهدم ليه وقت، والبناء هيجي بعديه ليه برضو وقت. وإذا جه البكاء هيبقى ليه وقت ويعدي، وبعديه الضحك هيجي، بس حتى الضحك برضو مؤقت ليه وقت. النوح ليه وقت، وممكن يكون قبليه كان فيه رأس برضو كان ليه وقت. لتفريق الحجارة أو هدم الحجارة وقت، وعشان نجمعها تاني ونبني بيها هتيجي برضو بس في وقت تاني. للمعانقة وقت، وللانفصال عن المعانقة وقت تاني. عشان الواحد يكسب، أيوة دي ممكن تحصل وليها وقت، لكن الخسارة كمان هتيجي حتما وبرضو ليها وقت. كل حاجة من دي مؤقتة. في حاجات تعمل لها صيانة من كتر ما عزتها عليك ليها وقت، وساعات تاخد الحاجة وتتخلص منها وبرضو ده ليه وقت. ممكن ثوب تمسكه وتمزقه ده في وقت، لكن ممكن في وقت تاني تكون محتاج تخيطه وتحتفظ بيه وبرضو هيكون ده لوقت. السكوت ليه وقت، ويمكن انك تتكلم في وقت تاني ده بيكون ليه برضو أهمية وليه وقت. الحب ليه وقت، والبغضة بتيجي بعديه أو قبليه، أهو كل حاجة ليها وقت. الحرب ممكن تيجي في وقت، لكن ما تقلقش هيجي صلح بس برضو هيبقى الوقت. طب طالما كل حاجة مؤقتة كده، ايه المنفعة ان الواحد يتعب ويركز في تعب شديد ويشيل هم شديد علشان امور مؤقتة؟ انا لما بصيت كده لكل الشغل اللي ربنا اداه لبني البشر علشان يشتغلوا بيه، اكتشفت ان ربنا عمل كل حاجة صح وفي وقتها. يعني طالما ربنا سمح في وقت مثلا بالحرب يبقى ده للخير، لأن هيجي وقت تاني وهيسمح بالصلح وبرضه هيكون للخير. هيجي وقت وهيكون الناس بتحبنا وده هيكون للخير، وهيجي وقت وهيبقى فيه بغضة وده برضه هيكون للخير. يبقى كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، لأن الله ضابط للكل. كمان معنى أن ربنا صنع كل حسنا في وقته، يعني كل شيء مؤقت وليه وقت. إذا جت الضيقة اعرف أن هي مؤقتة وهتعدي فما تحزنش، وإذا جت الخير برضو اعرف أنه مؤقت افرح، لكن ما تحطش كل رجائك فيه لأن حتى الخير ده برضو مؤقت. طب أمال الإنسان إزاي يستريح؟ كمل سليمان وقال بعد كده: جعل الأبدية في قلبهم، اللي من غيرها الإنسان ما يقدرش يعرف العمل اللي ربنا بيدبره من البداية للنهاية. يعني بصراحة الإجابة الحقيقية على سؤال ليه يا رب عملت كده هي الأبدية. الأبدية اللي في قلبنا، اللي من غيرها كل الأمور اللي بتحصل على الأرض نبقى مش قادرين نفسرها ومش شايفين لها معنى، ويمكن نشوفها ضدنا وممكن نستعجب تصرفات الله، لكن لما ننظر للأبدية تصغر في عينينا كل أمور العالم بحلوها
وبمرها من غير الأبدية. لا يستطيع الإنسان أن يعرف ما يعمله الله من البداية للنهاية. عرفت كمان إن مفيش خير للإنسان إلا إنه يفرح باللي ربنا بعتهوله. فاللي في إيديك أولا افرح بيه، ثانيا كن أمينا فيه، ثالثا حوله للخير. هما دول التلات كلمات: الحاجة اللي في إيديك افرح بيها وأشكر ربنا، كن أمينا فيها، ثالثا حاول تحولها للخير في حياتك. كمان كل إنسان يشرب وياكل يتبسط ويشكر ربنا، لأن كل حاجة جياله هي عطية من ربنا. عرفت كمان إن كل اللي بيعمله ربنا دي حاجة ثابتة للأبد، يعني مهما جت قوة الشر عشان تغيرها وتقلبها لشر ولاده ده يستحيل، طالما ربنا اللي سمح بيها لولاده يبقى هتكون للخير، والكلام ده قاعدة ثابتة للأبد، مفيش حد يقدر يزود عليها ولا ينقص منها. ربنا قصد إن الأمور تكون في تحكمه ويكون هو بس ضابط الكل، عشان الإنسان دايما يخافه ودايما يفضل في حماه علشان ربنا يدبر له أموره. فربنا مدبر كل الأمور من زمان ولحد دلوقتي، اللي موجود دلوقتي ربنا عارفه ومدبره من الأزل، وهيجي وقت وربنا هيطلب من كل إنسان اتصرف في الأمور إزاي وإزاي تعامل معاها. يعني ملخص الجزء اللي فات إن الأمور الحادثة على الأرض كلها ليها صفتين: أولا هي بتدبير وضبط دقيق من ربنا من أجل خير ولاده، ثانيا هي أمور مؤقتة بحلوها أو بمرها. طب الإنسان يتعامل معاها إزاي؟ أولا يعرف إن كل شيء حسنا طالما ربنا سمح بيه، لأن كل الأمور بتعمل للخير. ثانيا يفكر في الأبدية، لأن في بعض الأسئلة ملهاش إجابة ليه يا رب، إجابتها الوحيدة هنفهم في الأبدية. ثالثا إن الإنسان يفرح بالحاجة اللي في إيديه ويكون أمين فيها ويحولها لخيره والخير اللي حواليه، ثم يشكر ربنا على كل عطية لأنها كلها من إيده، ويعيش في مخافة الله لأن ربنا وضع كل الأمور في إيديه عشان إحنا نطلب مخافته. بعد كده بصيت تاني تحت الشمس، فلقيت إن الموضع اللي المفروض يحكم فيه بالحق لقيت فيه هناك ظلم، والموضع اللي المفروض يكون مكان عدل زي القضاء بلاقي هناك فيه جور. فقلت في قلبي إيه الحل يا رب؟ ليه بتسمح بالظلم والجور ده؟ لقيت الإجابة إن هيجي وقت والله هيدين الصديق وهيدين الشرير، مفيش حاجة بتعدي على ربنا، لأن لازم هيظهر العدل سواء على الأرض أو في السماء، لكل أمر وقت ولكل عمل مجازاه هنا أو هناك في السماء. لأني أدركت في قلبي إن ربنا قاصد إنه يسيب بني البشر في حرية عشان يمتحنهم ويجي في وقت ويدين الكل بالعدل، لأن ربنا خلى الموت يسري على بني البشر تماما زي ما بيسري على الحيوانات. اللي بيحصل لبني البشر من موت هو اللي بيحصل للحيوانات قدامه، فالإنسان يصح يشوف الحيوانات نفسها بتموت قدامه ويعرف إن نفس الحادثة اللي بتحصل لهم هتحصل له، الموت هنا والموت هناك. الحياة موجودة في الحيوان وموجودة برضو في الإنسان، مفيش ميزة لده عن ده في موضوع الموت، الكل باطل وهيموت، كلهم هيذهبوا لمكان واحد، لأن الاتنين أجساد هتنزل في التراب، هما من التراب وهيرجعوا للتراب. يمكن في حاجة واحدة اللي مختلفة، إن إحنا ما نعرفش روح بني البشر يمكن تكون هتصعد لفوق للسماء أو يمكن تكون هتنزل لتحت للجحيم، ما نعرفش، ربنا هو اللي هيدين. أما البهيمة فموتها ده نهايتها، آخرها هتكون في الأرض وتتحول لتراب. فعرفت الملخص إن الإنسان يصح إنه يفرح بعمل ربنا ليه في حياته، لأن ده النصيب اللي ربنا بعتهوله في حياته، على الإنسان إنه يفرح بيه ويكون أمين بيه ويحوله الخير زي الآية رقم 12 ما بتقول.
فعلى الإنسان إنه يكون أمين في القليل اللي قدامه، أما اللي فات فهو ما يعرفهوش، وأما اللي جاي فبالنسبة له مجهول.